بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوانا، عاملين ايه؟ بص يا شباب، النهاردة ان شاء الله فيديو خفيف كده بإذن الله، في لقطات صيد حلوة ان شاء الله. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الخصية دور الغل. طبعا يا جماعة، في ناس بتسأل الزيادة افضل ولا الخصية افضل. هنرد نقول الثبات افضل وافضل، يعني المية لما تبقى ثابتة هو افضل حاجة. لو المية خست وبعد كده ثبتت دي كويسة، ولو المية زادت وبعد كده ثبتت دي حاجة كويسة. الاوحش من كده بقى ان المية تخس وانت قاعد. لما المية تزيد وانت قاعد اهون لما تخس وانت قاعد. طب لما المية تخس وانت قاعد هتعمل ايه؟ بصوا يا جماعة، طبعا على حسب الظفر اللي انت شغال بيه. ممكن تكون شغال بظفر مثلا عجينة، علف، غلة. لو بتحط زفر غلة بس في الدور، عايزين طبعا طول ما احنا قاعدين نرمي غلة نرمي غلة نرمي غلة، بحيث ان احنا نجمع مكان فيه اكل كتير للسمك، ان السمك ما يبقاش خايف ويبقى ايه، ملهوف على الاكل ويفضل معاك في الدور. هو ده الحل الوحيد للخصية. طبعا هتأثر العيارات بتاعتك، يعني انت مثلا لو بتشتغل على الدور على متر هتأثر بقى على حسب الايه، الخصية مثلا تخليها نص متر، يعني متر الا ربع على حسب الخصية. هنشوف كام لقطة كده ان شاء الله كويسة، بس يا ريت تدعمونا بلايك. حبيبي عم صابر، طبعا يا جماعة انا بصحبة اخ عزيز عليا، اخويا الكبير عم صابر الفار. حبيبي حبيبي كانت احلى رحلة معاه النهاردة والله. حبيبي حبيبي احلى مسا عليكم، واحلى مسا على احلى رجالة، احلى صيادين في الدنيا. مساك وردة معلم. احلى مسا معلم. حبيبي حبيبي يا سامع، احلى مساك مسا وردة. عليك، رحلة سعيدة والله. بص اخوانا، انا بنشتغل على النقره لان السمكه ما بتاخدش الغلايه وتنزل بيها عشان تسمع في الريش، فانا مجرد ما بتنقر بنضربها. انا عدتي خفيفه جدا، يعني انا شغال برمال 20 والسمك ده معدي نص كيلو. فبندوخ السمكه وبنجيبها على اليمين، انا حاطط الملقفه على اليمين، بنيجي ايه مطلع السمكه دي. سمك ابيض اهو يا جماعه. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك، صفحه منوعات رحال، ضربه مباشره بالغله. سمك كبير والله، داخل على المراية اهو وداخل واكل.